مرحبا، صباح الخير ويعطيكم الف عافيه وسلام للجميع. اليوم احنا رايحين على صيدليه وراي زي ما انتم شايفين. لا لا لا، وماخذ معاي كيس كمان. لا تفكروا اني رايح اشتري ادويه، لا، لانه الصيدليات في كندا هون بتبيع شغلات ثانيه غير الادويه. خلينا ندخل ونشوف. طبعا اول شيء هون فلو شوتس، طبعا لانها صيدليه زي ما حكينا. كثير ناس هون في كندا صاروا يستخدموا الاكياس الاستخدام لعده مرات عشان البيئه وما البيئه. زي ما انتم شايفين احنا داخلين على الصيدليه، هذا محل عطور ومكياج وشغلات اللي بيحبوها النسوان، فمش حنطول فيه إلا إذا في حدا حابب أعمل الفقرة عن هذا بلغوني. طبعا هاي شغلات كريمات ومكريمات وبرضو مكياجات ومكياجات، وهاي الشغلات عادة بتكون يمكن في بعض الصيدليات، فإشي طبيعي ممكن تشوفوها بصيدلية. اللي زي ما انتم شايفينه هون، هذه شامبوهات ومشامبوهات وشغلات للعناية بالوجه وشفرات حلاقة وأشياء زي هيك، جرابين ومجرابين وشغلات. طيب هون شغلات نسائية وأمور الهايجينز، شامبوهات، شغلات للشعر، يعني زي ما انتم شايفين هاي صبغات لحد هلا تمام، كتب، مجلات زي ما انتم شايفين قدامنا. هاي شغلات للكفرينج، وهون مع جين سنان، هاي بامبرز، يعني كل هاي شغلات صيدليه. هلا الادويه في كندا، هون بدينا في الادويه. الادويه في كندا في نوعين، في شغله اسمها اون شيلف، يعني بتقدر تشتريها من تاخذها انت تشتريها بدون ما واحد دكتور يكتب لك وصفه. منها طبعا الكحه، الحراره، هدول أدوية الحرارة، وجع الرأس، كل هاي الشغلات اللي زي هيك. هاي تبعت الأنف، المسكر أنف، وهي تبعت الحساسية، فأدوية زي هيك. وفي أدوية لازم تأخذ فيها وصفة، بتيجي بتقدمها هون، بتيجي تقدمها هون وبتأخذ فيها وصفة وهم بيعطوك اياه. فهذه لازم تكون زي الانتيبيوتكس مثلا، لازم تكون في وصفه من الطبيب عشان تقدر تاخذها. هاي كلها الادويه اللي بتقدر تاخذها بدون وصف الطبيب موجوده على الشلف، بتكون طبعا متناول اليد باي واحد بياخذها لانها امنه. نكمل الموضوع. هذه بامبرزات للاطفال، اكل اطفال، كل هذا طبيعي نلاقيه في الصيدليه. هون شغلنا شغلات كروت اعياد، احنا داخلين على موسم اعياد، ففي كروت اعياد ميلاد، اعياد، كل الكروت، شكر، ثانك يو، هابي بيرثدي، مش عارف ايش، شغلات مدرسيه قرطاسيه. هاي رجعنا لشغلات قطرات العين، قطرات الاذن، هاي كلها ادويه بتقدر تاخذها بدون فيتامينات وما فيتامينات، تبع المعده، فايبر ما فايبر، كل هاي الشغلات تقدر تاخذها بدون بريسكريبشن. هاي كلها فيتامينات، هون انواع الفيتامينات كلها، هاي البروتينات اللي باخذوا بروتينز. هون شويه العاب موجوده، شوكولاتات، نعم بالصيدليه بيبيعوا شوكولاتات عندنا يا جماعه. وهاي احنا برضو موسم، هاي شيبس وما شيبس وشوكولاتات وعلكة، هاي كل الأمور تنباع برضو في الصيدلية في كندا وأمريكا. نفس الإشي، يعني زي ما أنتم شايفين الصيدلية هاي مثلا بيبسي وشغلات زي هيك. الصيدلية هي طبعاً أحذية، الصيدلية زي ما أنتم شايفينها زي سوبر ماركت كبير، بيع شغلات بدون خضرة، يعني كل الشغلات موجودة تقريباً بس مش الخضار. وزي ما أنتم شايفين بيبسي وما البيبسي.
هون شغلات مجمدة، خبوزة وآيس كريم وأشياء زي هيك. هون معكرونة وكاتشب ومش عارف شو، حليب، بيض. احنا جايين نشتري بيض اليوم. هاي واحد وزبدة والأمور هاي كلها بأسعار جيدة الصيدلية تقدر تاخدها. هذا أورنج جوس، ناخد واحد. ومثلا ناخد برضو ملك، هاي جبنة، بيض، حليب، شغلات زي هيك. هون في عندهم شوية شغلات، بطاريات وبطاريات وزي هيك. في عندهم مكنة تصوير بدك تصور، وعندهم شوية شغلات إلكترونية مثلاً. هاي إلكترونيات بتنباع هون، الشغلات الإلكترونية اللي حكينا عنها. في بعض الصيدليات، بعض الصيدليات تلاقي عندهم تلفزيونات وشغلات زي هيك، إلكترونيكس كثير موجودة، ألعاب أطفال. فبشكل عام هاي الصيدلية بتختلف شوي عن ما هو موجود في دول ثانية. يلا يعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله في حلقة جاية.